السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك بالشوكولا، كيجي زوين بزاف، ساهل، مكوناته كيكونوا متوفرين، يعني ما فيهش شي مكونات كثيره. هنا في المكونات عندي جوج حبات ديال البيض، من الافضل يكونوا كبار شويه، الا عندكم صغار بزاف ديروا ثلاثه. عندي علبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفانيلا، عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، عندي ربع كاس ديال الماء كندير معاه نص معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، عندي كاس لارب السكر، كاس لارب ديال الزيت، جوج اكياس ديال الكاكاو المر يعني المجموع 14 غرام، وجوج اكياس ديال خميره الحلويات المجموع 16 غرام، وكيس واحد ديال الفانيلا، ومعلقه متوسطه ديال الخل. هاد الكيكه البنات راه كنطحنها يعني في الخلاط الكهربائي، ما كنديرش الطراد. هنا عندي البيض مع السكر، تقريبا راه كندير المكونات كلها الا الدقيق والخميره، الكيس ديال الفاني والزيت، الماء ربع كاس مع قهوه سريعه الذوبان، والعلبه ديال الياغورت. غنطحن هادشي هو الاول، عاد نزيد لهم الكيسين ديال الكاكاو، ثم كنطحنهم مزيان باش كيتخلطوا. دابا غنضيف كيسين ديال الكاكاو، الا عندكم ديال العبر ديروا جوج معالق كبار، ما يكونوش عامرين. صافي، بعد ما طحنت هادشي دابا غادي نضيف لهم الدقيق والخميره. صافي، هنا كندير الدقيق، الدقيق راه درت معاه واحد القبصه ديال الملح، وعاد نضيف الخميره 16 غرام، اما الخل كنخليه هو التالي. هنا ضفت الخميره وكنكمل البقيه ديال الدقيق. هاد الكيك كما شفتوا ما فيهش الحليب، كيجي زوين، غادي يعجبكم ان شاء الله الا جربتوه، خاصه كنديروا فيه واحد الكميه ديال الشوكولا في الوجه ديالو. دابا غادي نضيف الخل، معلقه متوسطه او كبيره ما عمراش، كتخليوها حتى للتالي. هنا خليت هذا المول، كياس ديالو 25 سنتيم، مهم المول اللي عندكم من 21 حتى 25 راه تجيكم هي هذيك. وكنفرش له ورق الطهي والجناب ديالو، كندهنهم بشويه ديال الزبده وكنرشهم بشويه ديال الدقيق. صافي، كنفرغ الكيك. الفران عندي كيسخن على 180 درجه غير من التحت، كيسخن غير شويه ماشي بزاف. بالنسبه للوجه ديال الكيك، هنا عندي واحد شويه ديال الجوز، عندي شويه ديال الشوكولاته بالحليب، والشوكولاته هذيك شوكولاته عاديه فيها قطع ديال الكاكاو، هذيك كتباع. غادي نديرهم في الوجه بلا ما ندير لهم لا دقيق لا والو، يعني واخا يهبط شي حاجه منهم يعني في الوسط الكيك ماشي مشكل. هنا كما شفتوا الشوكولا كنقطعو غير هكا تقطعات كبارين. صافي البنات، دابا غادي ندخل هاد الطبق كما ذكرت لكم من التحت هو الاول،
واذا عندكم شي مقله ثقيله ديروها يعني من تحت هاد الليمون اللي تيكون شويه خفاف، ديروا مقله ثقيله من تحت منه باش كطيب على راحتها وكتجي طايبه مزيان. غادي نطيبها وان شاء الله نرجع معكم. ولا البنات هنا من بعد ما طابت كما شفتوا وكتحمر، وحطوا معاها باش ما تحمرش بزاف ويتحرق لكم الشوكولا. دابا غادي ندير لها واحد شويه تتبرد شويه، عاد ندير لها شويه ديال الكراميل من الفوق. هنا كتبقى لي شويه ديال الكراميل غادي نزيدو من الفوق. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كتجيب هذا الشكل هذا، راه ساهله بزاف ودغيا كتوجد. والمكونات كما شفتوا مكونات اللي كتكون عاديه، وتزين ديروا اللي بغيتوا. نقسم معكم واحد المقص. فوالا البنات كما شفتوا هذا الشكل ديالها من الداخل، كتجي خفيفه بزاف ولذيذه، غادي تعجبكم ان شاء الله الا جربتوها. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. مع السلامه.